مساء الخير. إجراءات جديدة للتصدي لفيروس كورونا في مرحلة التفشي المجتمعي. الحكومة تدرس آليات تسهيل عودة آمنة للعالقين في الخارج. أكرر أستاذ يازد تعلق الرحلات من وإلى منجمها بعد إصابة عامل بكورونا. أهلا بكم. اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا، سيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم عيد الفطر المبارك، تشمل تعليق صلاة العيد. وقد تقرر تطبيق حظر للتجول بين 4 عصرا والسادسة صباحا خلال يوم العيد واليوم الموالي له، وتطبيقه بين 8 مساء والسادسة صباحا بعد ذلك لمدة 3 أسابيع. أعلن الناطق باسم الحكومة سيدي السالم أن توجيهات صادرة بدراسة وضعية الموريتانيين العالقين في الخارج، خاصة المرضى وكبار السن والموظفين. وأوضح الوزير أنه يجري إعداد خطة لتسهيل دخولهم بشكل آمن. من جانب آخر، أكد الوزير أن الحسم في قرار عودة الدراسة لن يتم قبل شهر يونيو المقبل. قال وزير المالية محمد رمين والذهبي إن الصرف من صندوق محاربة كورونا يخضع لشروط الرقابة والتفتيش التي تتضمنها منظومة الإنفاق العمومي. وتحدث وزير المالية عن صرف مبلغ يزيد على 6 مليارات أوقية من مساهمة الشركاء الدوليين على اقتناء مستلزمات طبية مستعجلة. أعلنت شركة كينروز تازياز التعليق الرحلات من وإلى منجمها بعد تأكيد إصابة أحد العمال بفيروس كورونا. وأكدت الشركة أن المصاب عامل موريتاني قدم قبل أسبوع من نواكشوط، وقد تم إخضاع 20 من مخالطيه للحجر الصحي، بينما يجري تحديد باقي المخالطين المحتملين. وزعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني 15 طن من المواد الأساسية على 360 أسرة في ولاية نواكشوط. وقال مفوض حقوق الإنسان محمد الحسن والبوخريس إن أغلب المستفيدين هم من أصحاب الاحتياجات الخاصة والمرضى والمهاجرين، تم اختيارهم بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني. في أمان الله.